بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي. النهاردة حابب يعني أشرح لكم موضوع الحجوم، وناخد النهاردة حجم المكعب. حجم إيه؟ المكعب. مديني مكعب كبير أهو، وعايزين نملاه بمكعبات صغيرة. طيب السؤال هيجي بالشكل ده، مثلا يقول لك بنريد أن نرصف هذا المكعب بمكعبات صغيرة بعد كل منهما 1 سنتي، يعني مسافة أو يعني طول كل واحد منهم البعد بتاعه كام؟ 1 سنتي. طيب هنا لما نحب نحط مكعبات، ال4 سنتي دول هياخدوا كام مكعب صغير؟ برافو عليكم، ياخد 4 مكعبات. شطار. يبقى كم مكعب نحتاج عشان نرصف صف واحد؟ ده اسمه صف واحد، بيبقى بمحاذاة الحرف، ده اسمه حرف من حروف المكعب، ده كده اسمه ايه؟ اسمه حرف. طب يبقى محتاجين، ايوه، 1 2 نشوف كده، 3 لسه في مكان، يبقى كام؟ 4، لان 4 في 1 سنتي بيساوي 4 سنتي. طب نكمل، يبقى كام؟ 4. طيب قد ايه صف احنا محتاجين علشان خاطر نملأ الطبقة اللي تحت دي كلها؟ طبقة واحدة، دي اسمها طبقة واحدة، دي اسمها ايه؟ طبقة. طيب يبقى محتاجين كام واحد؟ نشوف كده برضو هنا، ايه قلنا البعد بتاعه كام؟ 1 سنتي. يبقى نكمل كده نشوف محتاجين كام صف. كده 2، احنا في الاول حطينا 1، وكده التاني، كده 3، ايوه كده 4. يبقى عملنا كده 4 مكعبات صغيرين، وعملنا 4 صفوف، كده اكتملت الايه؟ الطبقة الواحدة. يبقى محتاجين، ايوه، 4 طبقات، 4 صفوف سوري. يبقى اول حاجة محتاجين 4 مكعبات صغيرة عشان نملأ الصف الواحد، ومحتاجين 4 صفوف زي الاولاني دوت عشان نملأ ايه؟ طبقة واحدة. طيب محتاجين كام طبقة عشان نملى ونرصف المكعب بالكامل؟ المكعب بالكامل ده احنا مش عايزينه فاضي، عايزينه كله مليان بمكعبات صغيرة زي كده، وبعد كل واحد فيهم كام؟ 1 سنتي. طب نكمل نشوف، أول طبقة احنا عملناها، نشوف الطبقة التانية، أيوة، طبقة تالتة، محتاجين كام؟ احنا قلنا 4 سنتي صح؟ احنا قلنا البعد بتاعه كام؟ 1 سنتي. يبقى خلصنا 1 سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، باقي 1 صح؟ يبقى كده ايه؟ 4 سنتي. يبقى كده ملينا الايه؟ الصف الاول، المكعبات بالصف الاول، وبعد كده ملينا الطبقة الاولى، واحتاجنا 4 طبقات عشان نملأ المكعب بالكامل. ايوه. طب النتيجة كام بقى؟ يبقى كده محتاجين كام مربع؟ لازم نضرب 4 في 4 في كام؟ في 4. 4 في 4 بكام؟ ب16، في 4 ب64، ونقدر نحسبها بالآلة الحاسبة عادي. نكمل. يبقى عدد المكعبات اللي احنا استعملناه عشان نملى المكعب الكبير ده اللي هو المكان ده، ايوه، كام؟ 64 مكعب. بالظبط كده. يبقى حجم المكعب بيساوي كام؟ يبقى بيساوي 4 في 4 في 4، مدينا 64 صح؟ بس ايه؟ 64 ونسكت؟ لا طبعا، لازم نقول 64 سنتيمتر مكعب، ان سنتي في سنتي في سنتي 3 مرات يديني سنتيمتر مكعب. طيب نقدر نستنتج كده حاجة بقى؟ استنتجنا قانون حجم اللي هو بيساوي ايه بقى؟ ايوه، برافو عليكم، حجم المكعب بيساوي حاصل ضرب طول الحرف في نفسه 3 مرات، ضربناه في نفسه كام؟ 3 مرات. يبقى هي دي النتيجة اللي احنا وصلناها، ان احنا حجم المكعب بيساوي حاصل ضرب طول الحرف بتاعه في نفسه 3 مرات، اللي هو 4 سنتي في 4 سنتي في 4 سنتي. طيب دي الامثلة بقى، احسب بالسنتيمتر. اول حاجة نفهم السؤال، احسب بايه؟ بالسنتيمتر حجم كل من المكعبات التالية. ده مكعب، تمام، 5 سنتي اللي هو الحرف بتاعه، نشوف كده، يبقى حجم المكعب بيساوي كام؟ طول الحرف في نفسه 3 مرات، برافو. يبقى 5 سنتي في 5 سنتي في 5 سنتي.
يبقى النتيجة كام؟ 125 سنتيمتر. ونقف؟ لا، لازم نقول 125 سنتيمتر مكعب، لأن السنتيمتر بيتضرب في نفسه 3 مرات يبقى بنقول عليه مكعب. نكمل مثال تاني. جايبها لي بس بإيه؟ بالملي، 15 ملي. يبقى إيه؟ نفس الكلام، نفس القانون، بس هنا نشوف هو عايزة إيه بالسنتي. هو قال لي فوق عايزها بالسنتي، يبقى لازم اجيبها الاول بالملي ونحول من الصغير للكبير. طب لما نحول الملي لسنتي، احنا عندنا كون لا السنتي بيساوي 10 ملي، يبقى بنحوله بن ايه بنعمل ايه بنقسمه على نفسه 3 مرات، من الصغير للكبير بنقسم، ومن الكبير للصغير لو بالسنتي وهو عايزه بالملي، يبقى هنعمل ايه؟ هنضرب 3 مرات. نكمل. يبقى حجم المكعب بيساوي 15 في 15 في 15، يبقى بتساوي كام؟ نحسبها بالآلة الحاسبة. أيوة، 3375 ملي إيه؟ مكعب. بس ملي متر مكعب إيه؟ هو عايزه بالإيه؟ بالسنتي. يبقى ما ينفعش كده نقف لغاية كده، لازم نكمل ونقول إن بيساوي 3375 ملي متر مكعب، ونكمل نقسم على ايه؟ على 1000، اللي هي على 10 على 10 على 10، صح؟ اللي هي سنتيمتر مكعب. وتبقى النتيجة بتاعتي ايوه 3375 من 1000 سنتيمتر مكعب. نكمل مثال بيقول لك مكعب طول حرفه 2 سنتي. طالما طول حرفه 2 سنتي، ايه الحجم بتاعه؟ المكعب حرفه 2 سنتي، طول الحرف 2 سنتي، يبقى حجمه كام؟ احنا قلنا ايه؟ طول الحرف في نفسه 3 مرات، ونقول سنتيمتر مكعب، لان ايه؟ نحلها. حجم المكعب بيساوي 2 في 2 في 2 3 مرات، يبقى بيديني برافو 8 سنتيمتر مكعب. طيب حجمه بالملي، يبقى هنعمل ايه؟ برافو، نقول 8 سنتيمتر مكعب، نضرب مرة في 10 في 10 في 10، يعني في 1000 مرة واحدة، يبقى بتساوي كام؟ 8000 مليمتر مكعب. 8000 مليمتر مكعب. ناخد مثال آخر. أيوة، مكعب حجمه 27 سنتي، احسب طول حرفه. طبعا احنا قايلين ان هو مضروب في نفسه 3 مرات، صح؟ مظبوط. يبقى 27 على 3 في 9 على 3 في 3، يبقى 3 في 3 في 3، صح؟ يبقى الايه؟ طول الحرف 3 سنتي، مظبوط. شوف كده، ايوه 27 يساوي كام في كام في كام؟ يديني 27، 3 في 3 في 3. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا الصغير دوت. اتمنى تكونوا فهمتوا الحجم بتاع المكعب. مع تمنياتي لكم بالتوفيق، وإن شاء الله هنجيب لكم أشكال هندسية كتير ودروس متنوعة كتير بإذن الله. مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح، معاكم مستر أسامة الهادي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل وتعملوا شير للفيديو عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.